أما الآن فلقد انتهت الحصة اليوم يا أطفال، إلى اللقاء، ولا تنسوا الواجب المنزلي. فإلى اللقاء، إلى اللقاء. أهلا وسهلا أستاذ وائل، كيف حالك اليوم؟ أهلا وسهلا أستاذة آمال، مرحبا بك. أنا بخير، شكرا لك. عفوا، وما هو برنامجك لهذا المساء؟ كالعادة ونفس الرتابة، أرتاح قليلا، أحضر دروس الغد من جثاثات ورقية وتمارين للتلاميذ، وأذهب إلى النوم باكرا. لكسر الرتابة تستطيع أن تنجز مشاهد رقمية توظفها لتقديم حصصك للتلاميذ. مشاهد رقمية؟ وكيف ذلك؟ فأنا دائما أعرض عليهم صورا إذا توفرت لي، وفي أغلب الأحيان أمدهم بفقرة مرقونة. نعم تستطيع، ومن أجل ذلك أدعوك لورشة تدريبية متميزة بحق مع مدربة رائعة، إنها الأستاذة هانا منصيري، مدربة معتمدة من الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. حسنا، هذا رائع، ستحصل إفادة كبيرة بإذن الله، ويكون التدريس ممتعا إن شاء الله. لن أكل ولن أمل، سوف أحلم من جديد.
قم بجد واجتهاد طالبا ليلا العلا، لا تكن يوما ضعيفا، لا تكن متخاذلا، قم بجد واجتهاد طالبا ليلا العلا، لا تكن يوما ضعيفا، لا تكن متخاذلا، لن أكل ولن أمل، سوف أحلم من جديد، قم وردد كل يوم وانشر اللحن الجديد، بالأمان سوف أحيا، سوف أصنع ما أريد، لن أكل ولن أمل، سوف أحلم من جديد، لن أكل ولن أمل، سوف أحلم من جديد. وردد كل يوم وانشد اللحن الجديد، بالأمان سوف أحيا، سوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع أستاذة إيمان؟ بثينة صوتك. السلام عليكم بثينة؟ ورحمة الله. أي نسمع فيك سبا. السلام عليكم. واضح. باه عايشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم الأستاذة بثينة المرعي، عضو لجنة تكوين وتنظيم بالجمعية. أرحب بجميع الحضور من كافة أنحاء الوطن العربي، وأرحب بالأستاذة إيمان بوعزيزي معي في الإشراف على الورشة، والأستاذة هانم النصيري مقدمة ورشة اليوم، والأستاذ وائل الضوادي، والأستاذ سمير العميري معي في الإشراف التقني، وكافة أعضاء الهيئة المديرة وأعضاء التكوين والتنسيق. وقبل الانطلاق نود أن نحيي الأستاذة ياسمين السكري رئيسة الجمعية، وباسمي وباسم كافة أعضاء الجمعية من هيئة مديرة ومدربين ومنسقين، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة للأستاذة ياسمين وكافة أسرتها، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة الواسعة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. توقفنا أخيرا في الورشة السادسة أبدع مع السكراتش مع الأستاذة ياسمين السكلي، وأذكر أن مبادرة المعلم العربي المبدع انطلقت منذ اليوم 7 أكتوبر 2022، وستستمر لغاية 16 ديسمبر 2022، وتضم مجموعة ورشات متكاملة، كل ورشة تختم بتقييم وتختم المبادرة باختبار. وبدأنا بورشات التمهيد وانطلاقة المبادرة وإعداد حقيبة رقمية عبر التطبيقات والمواقع، وسنواصل مع ورشات إعداد وضعيات تعليمية تعلمية ومحاضرات حول استراتيجيات التعلم النشط، وورشات لإعداد درس كامل، وورشة وإعداد تمارين تفاعلية عبر المواقع والتطبيقات، وورشات إعداد اختبارات رقمية وبحوث عبر المواقع والتطبيقات. وكل الورشات تختم بتقييم على 5 نقاط موزعة كالتالي: 2 نقطة على الحضور، و3 نقاط على التمرين المنزلي. معدل النقاط في المبادرة 50% على الحضور في كامل الدورة، و50% على الاختبار النهائي. توقيت الورشات هو كل جمعة
وكل يوم أحد. بالنسبة ليوم الجمعة الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش، ويوم الأحد الساعة 5 بتوقيت غرينتش. واليوم مع الورشة السابعة تقدمها ضيفتنا الكريمة والمتألقة الأستاذة هانم النصيري، وهي مدرب معتمد من الجمعية، معلم دراسات اجتماعية، معلم خبير معتمد من مايكروسوفت، سفيرة لمنصة ويكلت، مدرب معتمد ومدرب متقدم من الاتحاد العربي للتدريب. مساء الخير أستاذة هانم، يسعدنا تواجدك معنا اليوم ونرجو أن تعم الفائدة للجميع. أترك لك الكلمة أستاذتنا الفاضلة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا. بشكر أستاذة حسينة وبنعزي أستاذتنا الجميلة أستاذة ياسمين، ربنا يا رب يصبرهم، وكنا نتمنى إن هي تكون معانا بس ربنا معاها يا رب. النهاردة إن شاء الله محاضرتنا لذيذة وخفيفة، وهتتبسطوا إن شاء الله معانا النهاردة وهنستفاد، لأن أنا من المحاضرة النهاردة هقدر أعمل الدرس بتاعي، هجسده في صورة فيديوهات وكرتون، وده بيجذب الطلبة أكتر. هستأذنك يا أستاذة بوسينة تفتحي لي الشير، تسمحي لي بالشير؟ أي لحظة. اتفضلي. إذا هين ممكن ترفع اليد لو سمحتي؟ نعم، ممكن ترفع اليد، يدك حتى أنا. حاضر حاضر. لحظة واحدة. لسه برضو مش جبتيني، هتلاقيه هانم علي محمد علي، صورة سفير وكليت كده، بس ثواني. حاضر، مش مشكلة، أنا هبحث عليك. رفعت ايدي. شكرا. تمام، ماشي. بإمكانك الآن الشارة. حضرتك لقيتيني؟ أي نعم، أيمكنك تمام. الآن أن تشيري إلى الجهاز متاعك. لا، الشير مش فاتح معايا للأسف، مش فاتح للأسف. لا لا، مش حضرتك مش سمحتي لي. لا انا لسه رافعه ايدي اهوت، وحاطه البادج بتاع سفير ويكليت. الان يمكنك. تمام 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 تمام، شكرا استاذه حسينه، تعبتك معايا. عفوا، شكرا لحضرتك. الله يخليك. تمام، هشيرها. طيب انا كده شاشتي ظهرت عند حضراتكم، كده الباور شغال عندك يا استاذه بوسينه؟ ما زال بعد. تمام، اول ما تيجي حضرتك تمام، لما تيجي الشاشه بتاعتي حضرتك بلغيني ان شاء الله. هو لسه جاري التقدم. الان ظهر، الان ظهر. حلو، تمام. ان شاء الله هو ده شكل البرنامج بتاعنا، وده اسمه بلوتاجون. ده الشكل بتاع الايقونه بتاعت البرنامج. هدفنا النهارده من الورشه، الهدف العام في المجمل خالص، ان احنا نكسب حضراتكم مجموعه من المعارف
النظرية والمهارات العلمية لبرنامج بلوتابون. أستاذة بوسعينة صوتي كويس؟ الصوت نعم، واصل واضح كويس؟ الصوت، واضح الصوت. تمام. أما بالنسبة للأهداف الخاصة للورشة بتاعتنا النهاردة، اللي هي النقاط الأساسية اللي أنا هتكلم فيها بالتفصيل، أول حاجة هنشوف إزاي هننشئ شخصيات كرتونية وكمان نعمل تعديل على هذه الشخصيات. الحاجة التانية هنعمل مشاهد ونحط فيها الشخصيات اللي احنا هنستخدمها. نقدر نعدل على المشاهد وكمان نقدر نضيف موسيقى في خلفية المشهد، وكمان هنضيف صوت بيتناسب مع كل شخصية من الشخصيات اللي احنا هنحطها معانا. في النهاية أنا هقدر أعمل تصدير وكمان أعمل حفظ للفيديو بتاعي بعد ما بنخلصه. عايزين نتكلم عن مميزات هذه الورشة إن احنا أستاذة نعم هانم، لو سمحت، الشاشة اتفضل. ثابتة، نعم الشاشة ثابتة، لا ثابتة. تتحرك يعني. طيب المشكلة كده ايه؟ ممكن تدفق إنترنت؟ طيب خليكي معايا أستاذة حسن. ماشي أستاذة بوسينة. نعم، معك. أستاذة إيه، بوسينة. طيب لم ماشي كده تتحرك. الشاشة، كده الشاشة أي الآن ظاهرة، إن شاء الله هتتحرك. الآن ظاهرة. تمام، أنا قدام حضرتك كده الواجهة الرئيسية للبرنامج، صح كده؟ لا، شاشة مميزات هذه الورشة. الآن في أول الباوربوينت. نعم، في الشاشة في أول الصفحة. الهدف العام تمام، الهدف العام كده ظاهر. الهدف العام، نعم، استاذه بوسينا تفضلي. نعم، حلو. طيب ماشي قلنا ان الهدف العام ان هو اكساب حضراتكم مجموعه من المعارف النظريه والمهارات العلميه لبرنامج بلوتاجون. اما النقاط الاساسيه اللي هتكلم فيها النهارده في ورشتنا، هنتكلم على ان احنا ازاي ننشئ شخصيات كرتونيه ونعمل تعديل عليها، كمان نختار المشاهد اللي احنا عايزين نحط فيها الشخصيات، نقدر نعدل على المشاهد ونضيف موسيقى في الخلفيه، كمان هنقدر نضيف صوت يتناسب مع الشخصيات الكرتونيه، في النهايه هنعمل تصدير وحفظ للفيديو. بعد كده عايزين نتكلم شوية عن الورشة بتاعتنا والهدف أو مميزات الورشة، إن إحنا في نهاية الورشة إن شاء الله هنقدر نعمل حساب لينا على برنامج بلوتاجون ونستخدمه، وكمان قدرة المتدربين في نهاية التدريب على إن هم إن شاء الله هيعملوا لنا فيديوهات قصيرة ورسوم متحركة وأفلام ثلاثية الأبعاد هتساعد المعلم في عرض دروسه في شكل درامي وشيق للطلبة. بلوتاجون بيعتبر أداة ممتعة بتسمح بإطلاق العنان لمخيلتنا عن طريق إنشاء أفلام ثلاثية الأبعاد، بتحتوي على الكثير من الشخصيات في أي بيئة تصوير بتخطر على بالك، وده أنا هوريكم دلوقتي المشاهد والبيئات اللي إحنا ممكن نشتغل عليها. كمان بلوتاجون أداة مميزة بتساعدك في إظهار الإبداع والخيال الخاص بيك دون وجود حدود أو مانع في تنفيذ ما يوفر شيء مهم لجميع محبي مجال الانيميشن والرسوم المتحركه، لان المجال ده بقى سهل، لان البرنامج ده بيتمتع بادوات احترافيه مع البساطه التي توجد به لكي يكون سهل عليك استخدامه. في النهايه عايزين نقول ان البرنامج ده ممكن استخدمه مع جميع الاصدارات من الهواتف، يعني انا هقدر استخدمه على الاندرويد وعلى الايفون وهستخدمه على اجهزه الكمبيوتر الويندوز، يبقى كده مع موجود معايا في اي اصدار. المستهدفين من المهتمين بعمل الافلام القصيره والرسوم المتحركه والفيديوهات. كده تمام يا استاذه بوسينه؟ الشاشه ظاهره معاكم؟ أي ظاهرة، لكن الصوت ساعات يتقطع يعني. طيب كده، طب كده كويس؟ نعم، الشاشة ظاهرة. نعم،
طيب أنا دلوقتي عايزة أسجل أو عايزة أعمل داونلود للبرنامج على الجهاز الكمبيوتر بتاعي، فأنا بكتب في السيرش بتاعي من فوق في أي متصفح أنا هستخدمه هكتب بلوتاجون، فبيظهر لي كده أنت هتستخدمه على الموبايل آب ولا الديسك توب آب. أنا لو هستخدمه من على جهاز اللابتوب بتاعي أو جهاز الكمبيوتر فأنا هستخدم الديسك توب آب، فأنا هضغط على الديسك فبيظهر جون ستوديو جيت ات اجيبه على الويندوز هعمل له انستول عادي زي ما بسطب باي برنامج على الجهاز، هعمل له تثبيت عندي وفي اخر بعد ما بخلص بقول له فينيش بيبدا يظهر البرنامج. دي الواجهه الرئيسيه كده بيبدا يحمل لحد ما يوصل هنا 100% وبكده البرنامج بيكون فتح معايا. لو انا عايزة اقول لكم على حاجة، انت لو هتشتغل من جهاز الكمبيوتر فانت محتاج ان انت تعمل حساب للبلوتاجون، يعني تدخل باكاونت يعني بايميل تعمل ايميل عليه. هدخل من التليفون اخلص الاول اقول لك ازاي تسجل عليه من على جهاز كمبيوتر من على الويندوز يعني، وبعد كده هقول لك تعمله ازاي من على الموبايل. لو انا هدخل من على جهاز الكمبيوتر بيجيني صفحة زي كده بيقول لي ساين اب ولا ساين ان. ساين ان دي لو انا ليا حساب اوريدي على البلوتاجون. طب انا ملياش حساب ولسه منزلاه وعامله له تثبيت على جهازي، فانا هعمل ساين اب. لما بضغط على ساين اب بيقول لي انت هتعمل تسجيل بحسابك على الجيميل ولا على مايكروسوفت ولا انت هتحط ايميل وهتحط الباسورد بتاعه. خلينا اقول ان انا هدخل بحسابي على الجيميل، فبيبدا بدخل الجيميل بتاعي والباسورد، فهو بسرعه هيبعت لي على الجيميل رساله فيها 6 ارقام هاخدهم كود يعني هاخده وهاجي اكتبه هنا وهضغط فهيبدا الحساب بتاعي يتفعل ويتفتح معايا، ودي بداية الشاشة بتبقى فاضية خالص. بيقول لي كرييت ولا استيراد مشروع، يعني انت هتنشئ فيديو ولا هتستورد بروجكت من عندك من على الجهاز. وبكده انا هرجع بقى افتح البلوتاجون، انا كده دخلت عليه. فدي الشاشة الرئيسية بتاعتي بتاعت البرنامج كده. تمام استاذ حسين؟ نعم استاذة واسلي. طيب كده شاشة البلوتاجون فتحت مع حضراتكم صح كده؟ العرض الباور خلص. نعم. حلو. طيب لما انا بفتح طبعا مش هيكون في الشغل اللي موجود ده لو انت لاول مرة تشتغل، لان ده شغل اوريدي انا عاملاه، فانت كل اللي بيظهر معاك دي بتبقى شاشة فاضية خالص، لكن هيظهر معاك انشاء الفيديو او استيراد الفيديو. طيب خليني اخد الشاشة معاكم من الاول من هنا من ترس الاعدادي. لو ضغطت عليه كده بيقول لي الحساب بتاعك اشتراك. اشتراك ليه؟ خدوا بالكم من نقطة مهمة جدا. انا قلت لكم بعد ما اعمل تسجيل على اللابتوب اقول لك ازاي تسجل على الموبايل. كل اللي انت بتعمله على الموبايل ركزوا معايا ان انت بتروح على اب ستور او جوجل بلاي وبتعمل داونلود للبلوتاجون، بتكتب في السيرش بتاع الجوجل بلاي او الاب ستور بلوتاجون فبتعمل له تنزيل وبينزل خلاص اوريدي على الموبايل بتاعك. فكل اللي انت هتعمله اللي انت هتفتح البرنامج وبس، مش بيحتاج منك اكاونت، مش بيحتاج منك تسجيل حساب. حلو كده ده على الموبايل. لكن لو انا هشتغل زي ما انا اشتغلت من على جهاز اللابتوب فانا محتاجه ان انا ادخل بايميل او جيميل اي حساب ادخل بيه. حلو كده. طيب في نقطه تانية، انا لما بدخل من على الموبايل بيبقى الدنيا تمام وفري، بس ايه في مشاهد بتحتاج ان انا ادفع علشان احصل عليها، وفي شخصيات محتاجه ان انا ادفع عشان احصل عليها. لكن لما انا بفتح من على جهاز الكمبيوتر بيديني كله فري لمده 30 يوم بس. تمام. يعني انا لو اشتغلت بلوتاجون من على جهاز الكمبيوتر هعمل حساب وهيفتح فتح معايا وهيديني مدة فري لمدة 30 يوم، بعد كده مفيش أي حاجة هتشتغل معايا، بس بيديني كله فري شخصيات ومشاهد وكله مفتوح معايا، لكن بعد 30 يوم بيقفل عليا. المفروض إن أنا أعمل بقى إيه؟ اشتراك، اللي هي اشترك دي. حلو كده؟
هنا لو انا عايزه اعمل تسجيل خروج وادخل بحساب تاني، او المهم اخرج تسجيل خروج كلكم عارفينها. هنا لو انا عايزه البرنامج فاتح زي ما هو فاتح، لونه فاتح كده، او لو انا عايزاه داكن كده زي ما حضراتكم تحبوا، فانا حابه يكون فاتح حضراتكم زي ما انتوا عايزين. هنا اللغه انا مختاره اللغه العربيه، في عندي لغات تانية انجليش واسباني وبرتغالي، وفي عندي فرنساوي، فانا شغاله باللغه العربيه. دي بالنسبة لترس الإعدادات. هنا سهم التراجع يرجعني هوم تاني الصفحة الرئيسية بتاعتي. فأنا شفت هنا أهو ده ترس الإعدادات. هنا استيراد مشروع. يعني إيه استيراد مشروع؟ يعني أنا أوريدي عندي مشروع بروجكت وموجود على الجهاز، فأنا بروح أعمل له استيراد وأعدل عليه وأشتغل عليه في المشاهد هنا. يعني أنا مثلا لو ضغطت على استيراد مشروع كده هيدخلني على جهازي، وده مثلا مشروع أهو معمول على بلوتاجون، هقول له اوبن، فبسرعه المشروع هلاقيه جاني هنا اهوت، وبقى جنبه كلمه كوبي، يعني ده نسخ، هضغط عليه وادخل اعدل عليه زي ما انا عايزه. طيب انا مش عايزه اعمل استيراد مشروع، انا عايزه اعمل كرييت لفيديو، انا عايزه انشئ فيديو، فبضغط على انشاء فيديو. هنركز مع بعض عشان كده هدخل على الشغل. في عندي تحت هنا اشترك، دي لو انا عايزه بقى ادفع فلوس واشترك في البرنامج واتمتع اخد كل الحاجات بتاعته استمتع بيها. خليني ادخل بقى على انشاء الفيديو، هضغط عليها كده. استاذه بوسينا لحد دلوقتي كله تمام؟ نعم نعم تمام أستاذة. تمام في اصلا. سؤال واحد فقط بالنسبة للغة، هل أنا أغيرها وإلا تأتي بالعربية مباشرة؟ لا حضرتك ارجع تاني اهوت، اللغة حضرتك اللي بتغيريها براحتك خالص. يعني انا مختارة اللغة العربية، خليني اختار الانجليش، هدخل وهروح اشوف هلاقي نفسي هنا كرييت فيديو بدل انشاء فيديو، وامبورت بروجكت يعني استيراد مشروع. تمام كده بقى كل حاجة عندي انجليش. تمام استاذة بوسينة، نعم شكرا انا اللي أستاذ. بغيرها بنفسي، فانا حابة نعم اشتغل باللغة العربية. حضراتكم براحتكم اللغة اللي تعجبكم هتشتغلوا بيها. تمام. طيب انا قلت ان انا هعمل انشاء فيديو وخرجت منه فاداني الفيديو فاضي اهو، فانا هرجع له تاني. اول لما بعمل اضغط على انشاء فيديو او كرييت فيديو بتظهر الشاشة بالمنظر ده. خليني برضو اخدها معاكم واحدة واحدة. دي كده لو ضغطت عليها بيديني اختيارين، انت عايز تنشئ فيديو ولا تصدره، بس انا بعد ما اخلص بقى هنا شغلي. تمام. دي علامة الفول سكرين، يعني انا لما بعمل المشهد بتاعي وعايز اتفرج عليه واخليه بالشاشه كلها كبير، فبضغط هنا على الفول سكرين. طيب انا عايزه اعمل بلاي، هعملها من هنا اشغل المشهد اللي انا بكريته الناحيه دي. طيب هنا بقى ده سهم التراجع بيرجعني للصفحه اللي كنت فيها قبل كده. هنبدا مديني اتنين اوبشن بس، انا كده الدنيا فاضيه خالص وما عنديش غير اتنين اوبشن. الاوبشن الاولاني اللي هو علامه الكلاكيت، دي اللي بتجيب لي المشاهد. يلا بقى نضغط عليها كده ونشوف الدنيا فيها ايه. اول لما بضغط عليها كده بيجيب لي المشهد، يبقى اول حاجة انا هشتغل عليها ان انا اضيف المشهد اللي انا هحط فيه الشخصيات. فانا هضغط على كلمة المشهد دي كده، فبيجيب لي مشاهد كتيرة جدا جدا زي ما قلت لكم. هو هنا على اللابتوب مديني المشاهد كلها فري، لكن لو حضراتكم دلوقتي شغالين معايا من على الموبايل هتلاقي فيه مشاهد جنبها علامة سلة كده، ده عايزك تدفع عشان تستخدمها، وفي مشاهد مش جنبها أي علامة، دي أوكي فري تستخدمها براحتك، لكن أنا هنا قدامي كل المشاهد فري. طيب مشاهد كتيرة جدا، يعني أنت لو عايز تعمل المشهد بتاعك في البيت دي كل مشاهد الهوم، يعني مثلا ده البيت من بره أنت في الشارع، طب ده الشارع بالليل، طب دي الليفينج روم، طيب دي الليفنج روم بس في بيحتفلوا بالكريسماس، وادي هنا برضو زيها بيديني مشاهد كتيرة خالص. تمام كده. وانا هختار معاكم مشهد، او انا بصراحة كنت محتارة اعمل ايه معاكم النهاردة، فانا قررت اعمل مشهد بدايته في فصل في المدرسة بما اننا معظمنا مدرسين،
وبعد كده هناخد مشاهد تانية. خليني أبدأ بالمشهد وأنا جوه الكلاس. فهنا بيقول لي البابليك دي للأماكن العامة، أنت عايز لايبراري ولا كافيه ولا ريستورانت، مديني ولا مكان للعشاء، مديني حاجات كتيرة خالص أنا أقدر أستخدمها. بس أنا عايزة السكول، أنا عايزة أشتغل في المدرسة، مديني غرف كتيرة خالص، الهاي سكول كلاس روم والساينس كلاس روم، ده المعمل بتاع العلوم، ودي البابليك لايبراري، دي المكتبة العامة بتاعة المدرسة، وده الكلاس روم. أنا بقى عايزة الكلاس روم. لو كملت هجيب مشاهد كتيرة خالص، بس أنا عايزة المشهد ده، المشهد اللي هو هيكون الفصل والسبورة والديسكات بتاعة الطلبة. أول لما اخترت المشهد الأوبشنات زادت، هي كانت علامة الكلاكات وحرف الإيه كابيتال بس، ده كان في الأول، لكن لما ضفت مشهد الكلاس روم جاب لي أوبشنات تانية. خدوا بالكم في عندي 2 أوبشن مش متنشطين، هيتنشطوا هقول لكم هيتنشطوا إمتى. طيب خدوا بالكم إن الكلاس فاضي مفيهوش حاجة خالص، مفيهوش طلبة مفيهوش أي حاجة. نقطة مهمة جدا عايزة أقول لكم عليها، إن الشخصيات اللي أنا بحطها في المشهد، في كل مشهد 2 بس، 2 شخصية بس، كاركترز 2. طيب في مشاهد بيقول لي انت عايزها باضافات ولا من غير اضافات، يعني هو مديني يا رب تكون الشاشة واضحة قدامك الكلاس روم وجنبها لا اضافات، في سهم جنبيها اهو لما بضغط عليه بيقول لي انت عايز الكلاس روم باضافات ولا من غير اضافات، انا عايزاه باضافات. بصوا كده على الشاشة من ناحية اليمين ايه اللي هيحصل لو ضغطت على الاضافات. لما ضغطت على الاضافات لقيت في ستودنتس قعدوا على الديسكات، اهم في 3 طلبة قعدوا على الديسكات، مش دول اللي انا حطهم، مش دول اللي انا جبتهم، دول اوريدي البرنامج حطهم لي. تمام كده. طيب انت عايزهم غير منتبهة ولا منتبهة؟ خلينا اقول ان هم يكونوا منتبهين، يعني مركزين مع المس اللي انا هقعدها هنا دلوقتي. طيب انا كده جبت المشهد اللي هو الكلاس روم وحطيت اضافات وخليتهم منتبهين، حلو خالص. انا كده لسه ما جبتش ممثلين، فهو بيديني خانة تانية مكتوب فيها بدون ممثل، بضغط عليها بيدخلني على الكراكترز بتاعتي اللي موجودة في اللايبراري بتاعت البرنامج. بصوا بقى دي الكراكترز اللي جنبها علامة القلم دي انا اللي عاملاها، انا اللي عملت لها كرييت. اما اللي مش جنبها علامة قلم ولا 3 دوتس، دي شخصيات اوريدي البرنامج موفرها لي. طيب انا دلوقتي عايزة اوريكم ازاي بكريت شخصية. طيب انا عايزه اوريكم ازاي بنعمل كرييت للكاركترز. بنضغط على علامه البلس دي كده، هيبدا يفتح لي شاشه. بصوا بقى خليني الاول على اليمين، انت عايز الشخصيه بتاعتك فيميل ولا ميل، يعني انت عايزها راجل ولا ست. خليني اختار انا عايزاها فيميل، عايزاها بنوته، اتغيرت معايا هنا. بصوا بقى انا كده خلاص اخترت النوع ان هي بنت. طيب ندخل بقى على اول حاجة الوجه بتاعها، انت عايز لون بشرتها تكون ايه؟ انا مختار، هو مديني اللون الافتراضي اللون الابيض، كويس خالص. لو انا اغيره شايفين مديني اوبشنات تانية براحتي، انا خليني اخليها لونها ابيض. بعد كده الاوبشن التاني اللي هو الشعر بتاعها، التسريحة بتاعت شعرها، هتختار التسريحة اللي انت عايزها براحتك خالص، مديني اشكال شعر كتيرة خالص، انت بقى بتختار التسريح. يعني مثلا لو انا اخترت دي، وعلى فكرة في هنا برضو شخصيات بالحجاب، وانت تختار اللي انت عايزه. تمام، في شخصيات كتيرة خالص او تسريحات شعر، يعني مثلا لو عايزاها بالحجاب، لا دي تسريحة شعر، الحجاب هيكون في الحاجات التانية. طيب أنا اخترت الشعر ده، طب أنت عايز لونه يكون إيه؟ خليني أختاره أسود، لا عايزاه بني، براحتك خالص اختار لون الشعر اللي أنت عايزه.
ندخل بعد كده على الاوبشن ده مش حبال مع الستات يعني. بعد كده ندخل على رسمة العين ولون العين. خدوا بالكم لو ضغطت هنا شايفين لون العين اتغير ازاي؟ طب كده، طيب كده بدأت العين بتاعتي بتتغير معايا. خليني اسيبها كده، وهنا برضو رسمة الحاجب فهي مش ظاهرة عشان القصة بتاعتها. بعد كده لون الشفايف بتاعتها، خليني اختار اللون دوت. بعد كده لون العين بتاعها اهوت بقت خضرة. بعد كده ندخل على الاكسسوارات اللي ممكن انا احطها لها. لو انا عايزه احط حاجه اختار، لو انا عايزه مثلا البسها اخليها تلبس نظاره مثلا، مثلا يعني كده ايه لبست نظاره. طب انا مش عايزه البسها نظاره، فبرجع اضغط على علامه الاكس كده فخلاص هي مش لابسه. طب انت لو عايز تضيف لها اي اضافات تانية غير النظاره، مثلا حلق، عقد، اي اضافات تانية انت عايز تضيفها على الشخصيه بتاعتك، سماعات، كل اللي انت عايزه تحطه، تاج، برنيطه، طاقيه، براحتكم خالص، او الحجاب اهوت لو انت عايزين نلبسها حجاب اهوت، تمام براحتنا خالص. انا هرجع وهقفل الاوبشن ده خالص، تمام احنا عايزينها زي ما هي كده. ندخل بقى على التيشيرت بتاعها ونختار لها تيشيرت تلبسه. ده بسرعه كده انا بوريك ازاي بنعمل كرييت للشخصيه. انا مثلا هختار التيشيرت دوت اهوت، ماشي مفيش مشكله. ندخل بقى على البنطلون بتاعها، خليني اسيبه زي ما هو، بس لو احنا عايزين نغيره مثلا، ولو انا عايزه اغير اللون بغيره من هنا تحت كده، تمام. ندخل بقى على الشوز بتاعها، وانا شايفان هو مناسب، بس لو انا عايزه البسها الجزمه العاليه دي اوكي مش في اي مشكله. حاجة مهمة جدا عايزة اقول لكم عليها، في عندي اوبشن اللي هو حرف الاي كابيتال، لما ارجع هوريه لكم. على اللابتوب ما بيكتبش غير انجلش، لان هو ده الاوبشن ده بيخليني اكتب نص والشخصية تقوله. يا رب تكونوا مركزين معايا. حرف الاي لما ارجع له هوريه لكم. طيب عندك في الموبايل، لو انت هتشتغل من الموبايل، الحتة دي اتحدثت في الاجهزة الاندرويد. لما بضغط على الاوبشن ده كده ما بيجيبليش لغه غير الانجليش بس، انجليش بس، تمام. لكن لو انتوا شغالين معايا من الموبايل دلوقتي، ضغطتوا على الاوبشن ده وانت بتعمل كرييت للشخصيه، بيجيب لك لغات كتيره خالص. انت اختار اللغه اللي انت عايز الكراكترز دي تنطقها تقولها. فانا هنا للاسف في اللابتوب اجهزه الويندوز مش هيشتغل معايا غير انجليش بس، مش مديني اوبشنات تانية اصلا. حلو كده، انا كده عملت كرييت للشخصيه بتاعتي، فانا كده خلاص خلصت. بس هنا حرف الاي انا عايزه اسميها ايه؟ انا هسمي البنت دي ايه؟ خليني اسميها مثلا منى، طبعا برضو انجليش، تمام. انا سميتها منى وهقول تم. لو رحت لللايبراري هلاقي ان منى ظهرت عندي واسمها منى اهي. هي دي الشخصيه اللي انا لسه عامله لها كرييت دلوقتي، منى. هنلاقي جنبيها علامه القلم، دي بقى بترجعني لحته الكرييت من تاني لو انا عايزه اعدل فيها. حلو كده، لو انت عايز تدخل بقى على حته اللغه من على الموبايل، تمام كده. انا بحاول اقول لكم الفرق بين الاثنين، بين جهاز اللابتوب وبين الجهاز الموبايل. طيب انا خلاص منى بقت عندي اهي، وجنبها 3 دوتس هي والشخصيه اللي هي هنا، لان انا اللي عملت لهم كرييت الشخصيتين دول. فلما بضغط على ال 3 دوتس بيقول لي انت عايز تحرر في الشخصيه، بيرجعني تاني للي انا كنت فيه دلوقتي. طب انت عايز تغير اسمها، هنغيره من هنا. عايز تعمل نسخ ليها، يعني واحده تانيه زيها بالظبط نفس الشكل، اوكي نعملها من هنا. طب انت عايز تعمل ديليت ليها وتحذفها، هنحذفها من هنا، تمام كده. خلينا نسيب الدنيا زي ما هي ونختار الشخصية بتاعتي في المشهد اللي هي منى. بصوا بقى أستاذة بوسعينة، الدنيا تمام؟ تمام أستاذة، تمام واصلة. طيب الحمد لله.
بعدين على اليمين اهي، لا دي اقعدها على الديسك بتاع على الكرسي بتاع المس التيتشرز ديسك، هتبقى عندي منى بقت المس. حلو خالص. طيب انا قلت لكم ان المشهد بيسمح باتنين شخصيه بس، انا جبت منى، ارجع اجيب الشخصيه الثانيه، هضغط على بدون ممثل، خليني اخد هنا اضغط عليها كده، هتيجي معايا هنا، هنا هنا قاعده في الرايت ديسك، الديسك على اليمين. حلو كده. الاوبشن ده اتنشط اهو، لكن لسه في اوبشن تاني مش اتنشط. نرجع تاني ونقول ان ده اللي بجيب بيه المشاهد. طب امال ده بعمل بيه ايه؟ خليني اضغط عليه كده، ده بقى اللي بيخليني اخلي الشخصيه بتاعتي تتكلم. حلو كده. طيب انت عايز الشخصيه مين اللي تتكلم؟ انا دلوقتي عندي اتنين شخصيه، عندي منى وعندي هنا، انا عايز مين يتكلم؟ خليني اخلي هنا هي لا منى عشان هي التيتشر، اخليها هي اللي تتكلم. فبسرعه المشهد بيعمل فوكس او زوم على مين؟ على الشخصيه اللي انا اخترتها. انا اخترت مين؟ اخترت منى. خدوا بالكم بقى، في عندي مستطيل هنا اهو في كلمه ناتشرال طبيعيه. ايه ده؟ ده الانيميشن بتاع الشخصيه. انت عايزها ايه؟ عايزها تبقى سعيده، تبقى حزينه، تبقى موافقه، تبقى انت عايزها تبقى عامله ازاي؟ لو انا بتضحك يعني، مثلا لو انا اخترت لاف هارد بتضحك، شايفينها شكلها اتغير ازاي؟ اتمنى يكون الدنيا واصله معاكم وشكل الشخصيه اتغير. اتغير معاكم يا استاذه بسينا؟ نعم أستاذة تغير. طيب حلو خالص، يعني أي حاجة بقى نبهيني معلش يا أستاذة حسين. هي كده بقت بتضحك بصوت عالي يعني، تمام كده؟ لا أنا عايزاكي يا منى، أنا عايزاها ناتشرال طبيعية خالص. حلو كده، رجعت طبيعية خالص وهادية وقاعدة. بصوا بقى، أكتب الحوار هنا أو سجل صوتك. لو أنا ضغطت هنا وعايزة أكتب البرنامج وأنا شغالة من على اللابتوب مش هيكتب غير إنجليش بس، لكن لو أنا عايزة أكتب عربي هقول نفس الطريقة اللي قلتها لكم وأنا بعمل كرييت للشخصية، بضغط على الأوبشن اللي قبل حرف الـ A وبختار اللغة اللي أنا عايزاها، بيسمح لي بلغات كتيرة. حلو كده؟ طيب أنا دلوقتي مش هينفع أكتب، هكتب بس انجلش، هكتب حوار انجلش، مثلا هقول مثلا خليني اكتب مفيش مشكله، هقول هاي اوريها لكم يعني، واجي اعمل بلاي للمشهد. خليني نعمل بلاي للمشهد. بصوا هاي هاي تاني، هوريها لكم تاني. هاي طيب لو انا جيت كتبت عربي صدقوني مش هتظهر، فانا مش عايزه ايه نخوض في الموضوع ده كتير. خليني بقى عايزه انا في نقطة مهمة ما قلتلهاش، مش قلتها وأنا هنا، خليني أرجع هنا للمشهد ده تاني. في عندي ثلاثة أوبشن على اليمين شايفينهم؟ الأوبشن ده بتاع زاوية الفصل، يعني أنا لو ضغطت كده أنا عايزة الزاوية بتاعتك تبقى إزاي؟ يعني مثلا موفينج رايت، شايفين جاب لي المشهد بتاعي إزاي عامل إزاي؟ ولا أنت عايزه على شمال التي في، يعني الدنيا تظهر من على شمال التي في الزاويه بتاعتك، ولا خليني ارجع للدنيا بتاعتي تاني؟ انت عايز المشهد بتاعك اي من اي اتجاه؟ خليني ارجع لمشهدي التاني خالص العادي اللي هو جايب لي الفصل كله. يبقى دي الزاويه اللي انا بغير بيها المشهد بتاعي، انا عايزاه من اي زاويه، من الركن ده، من قدام الباب، من جنب التلفزيون، وهكذا. طب امال ايه ده؟ ده اللي بيديني صوت الفصل، يعني اضغط عليه كده واشغله واعلي الصوت بتاعه ماشي، وخليني اعمل بلاي ونسمع الصوت. سمعتوا صوت وش كده بتاع الفصل، يعني ده صوت الفصل. طيب هنا دي ايه؟ خدوا بالكم الاوبشن التالت ده اللي هو الرسمه دي مش بتيجي في كل المشاهد للعلم، يعني ما بتجيش في كل المشاهد، لما بكون شغالة من الموبايل مش بتيجي خالص عشان نبقى واضحين، يعني حتى لو جبت مشهد الكلاس مش هلاقي الاوبشن ده عندي، تمام كده؟ لكن لو انا شغالة من جهاز كمبيوتر هلاقي الاوبشن ده
في بعض المشاهد مش كل المشاهد، انا بقول لكم كل حاجه عشان يعني ايه ما يقفش معاكم حاجه. طيب ده بيسمح لي الاوبشن ده بيسمح لي ان اضيف صوره في المشهد. خليني اضغط عليها واشوف الدنيا هتعمل ايه. بيقول لي جيب صوره عندك، خليني اروح على البيكتشرز بتاعتي اللي على جهازي. طب اروح على الداونلود ايوه، خليني اخد الصوره بتاعت الجمعيه بتاعتنا واقول له اوبن. بصوا بقى على الصبوره بتاعتي بقى ايه، بيقول لي تم استيراد الصوره بنجاح. بقت الصوره ان انا جبتها صوره الجمعيه بقت موجوده عندي هنا اهي على الصبوره. فانت لو عايز تحط خريطه مثلا، عايز تحط رسمه، اي صوره اللي بتتكلم عن الدرس بتاعك اللي هتتكلم عليه النهارده بتحطها على السبوره. نرجع للجزء الثاني اللي انا ضفت فيه المشاهد، ضفت فيه الشخصيات، عايزاهم اخترت الاوبشن ده عشان يتكلموا. فانا قلت منى اللي هتتكلم وهتتكلم وهي طبيعيه. طب يلا نتكلم منين؟ ده الزاويه بتاعت المشهد بتاعي وده الصوت، خليني برضو افعله. خلاص اهو هنا بقى نركز، ده اللي انا هضيف منه الصوت. خليني انا اضيف معاكم صوت، يلا نضيف صوت. هضغط هنا على علامه السماعه دي كده، بيديني تلات اوبشنات، ده رايت بعد ما بخلص تسجيل بضغط عليه، وده لو انا عايزه اشغله، وده هنا اللي هسجل منه. يلا نسجل. ولا انت عندك اصلا ملفات صوتيه في جهازك هتستوردها؟ لو انت مش عايز تسجل هتضغط هنا ويدخلك على الملفات الصوتية اللي في الجهاز وتعمل لها استيراد. فأنا خليني أسجل معاكم لايف دلوقتي. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ موضوع درسنا النهاردة هو فصول السنة الأربعة. ياريت حد يقول لي على فصول السنة الأربعة ايه هما. هعمل رايت وارجع اجيب المشاهد من الاول واعمل بلاي. نسمع مع بعض. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ موضوع درسنا النهارده هو فصول السنه الاربعه. يا ريت حد يقول لي على فصول السنه الاربعه ايه هما. الصوت واصل استاذه بوسينا؟ صوت الكمبيوتر؟ استاذه بوسينا؟ نعم واصل واصل أستاذة، لكن الصوت يسبق الصورة. بس سمعت وأنا بقول صباح الخير، سمعتوها من الكمبيوتر نعم. صح؟ أي نعم واصل سمعنا. أي معلش هو ممكن يكون نت، بس أنا أسفة يعني. أي طيب أنا كده لا تمام خلاص كده. أنا خليت منى تسألهم سؤال، إيه هي فصول السنة الأربعة؟ فانا عايزه مين بعد كده يتكلم؟ انا عايزه هنا تتكلم وتتكلم عن فصول السنه الاربعه. طيب فانا هضغط كده وهضغط على الاوبشن الثاني تاني علشان مين يتكلم بعد كده. انا عايزه التلميذه تتكلم واللي هي هنا هترد على الاستاذه بتاعتها من هنا، فخليني اتكلم بسرعه اهو. فصول السنة الأربعة هي الصيف والخريف والشتاء والربيع. وأعمل رايت عشان الصوت يوصل وأرجع أجيبها من الأول تاني وأجي هنا أعمل بلاي. صباح الخير، إزيكم عاملين إيه؟ موضوع درسنا النهاردة هو فصول السنة الأربعة. ياريت حد يقول لي على فصول السنة الأربعة إيه هما؟ فصول السنة الأربعة هي الصيف والخريف والشتاء والربيع. جميل جدا كده أنا عملت أول مشهد. في سؤال دايما الناس بتسأله، هو أنا مش هينفع أحط غير شخصيتين اتنين بس في المشهد؟ بس ليها حل. لو أنا عايزة أحط شخصية تالتة وتظهر معايا وتتكلم مع منى ومع هنا ينفع أعملها؟ بس أعملها إزاي بقى؟ انتوا خدتوا بالكم كل ما الشخصيه بتيجي تتكلم بتعمل الكاميرا بتعمل زوم عليها، بتيجي عليها.
فانا هبقى هستغل النقطة دي واعمل ايه؟ انا مثلا عايزة شخصية تانية تبقى جنب في الليفت كده في الديسك من ناحية الشمال، فانا اعمل ايه؟ بروح على علامة الكلاكيت، انا مش هعملها بس هقول لكم بتتعمل ازاي. هروح على علامة الكلاكيت وهختار نفس المشهد اللي هو ايه؟ اللي هو الفصل، وهجيب شخصية تالتة ومثلا وخلي مكانها تقعد في الليفت ديسك. فبقى لما المدرسة بتتكلم بيعمل زوم عليها، لما هنا بتتكلم بيعمل زوم عليها، لما الشخصية التالتة هتتكلم المشاهد بتتكرر ورا بعضيها لما بعمل بلاي، فهي هتتكلم فهيظهر معايا في المشهد ان انا مش عندي اتنين انا عندي تلاتة، لكن اصل البرنامج في كل مشهد هما شخصيتين اتنين بس. النقطة دي يا رب تكون واضحة، بس انا قلت لكم حل ليها. لو انت عايز تضيف اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بتضيف المشهد تاني وتحط فيه الشخصية الجديدة، تعمل نفس المشهد وتضيف شخصية في مكان تاني. طيب اعمل ايه بعد كده معاكم؟ لو انا جيت ضغطت هنا كده انا عندي كده الاوبشن الاولاني اللي هو الكلاكات اللي بجيب بيه المشاهد، الاوبشن التاني دي اللي انا بخلي بيه الشخصيات تتكلم، وعرفت ان كل شخصية جنبها الانيميشن بتاعها، انا عايزاها تبقى سعيدة حزينة متضايقة موافقة، كل اللي انت الانيميشن بتاعها يبقى جاهز جنبيها. طيب الاوبشن ده مش عايز يتنشط ليه؟ الاوبشن ده يا جماعه مش بيتنشط غير لما يكون الشخصيتين قاعدين جنب بعض. خليني بقى اقوم منى واخليها تقعد جنب البنوته هنا، فانا هاجي هنا وهغير شكل، هغير المكان بتاع منى. خلاص كده خليني، لا انا مش عايزه، خليني اضيف مشهد تاني في الربيع، خليني اضيف فصل الربيع علشان انا عايزه اتكلم عن فصول السنه الاربعه، وهجيب الشخصيتين جنب بعض وهخلي الاوبشن الثالث ده يتنشط واشوفه بيعمل ايه. انا عايزه ادور على المشاهد اللي فيها فصول السنه الاربعه، فهنزل معاكم كده المشاهد انتوا استكشفوها حاجات كتيرة خالص. الفصول السنة الأربعة ده درس عندنا هنا في مادة الدراسات الاجتماعية في مصر، بيتكلم لي فيه عن حالة الجو وفصول السنة، فأنا اخترت إن أنا أعمله معاكم. هنا بلاقيه في الأوت دورز، بلاقي إيه؟ عندي البارك، البارك بنش يعني البنش الموجود في البارك، وعندي البارك بنش في الليل at night. هنا بقى السبرينج اللي هو الربيع، خليني الاول اختار معاكم فصل السمر الصيف اهوت، يبقى انا هعمل المشهد الثاني في الصيف. بسرعه هروح اجيب شخصياتي هم تاني، ادي منى والشخصيه الثانيه ادي هنا، ده كده مشهد تاني بقى، احنا كنا في الفصل انا جبتهم هنا اهم في فصل الربيع، منظر بيعبر عن فصل الربيع. خدوا بالكم هما الاثنين اهم واقفين جنب بعض، اول لما بقوا جنب بعض الاوبشن ده ظهر معايا، حلو خالص. خليني اضغط عليه واشوفه بيعمل ايه. المشهد ده بيعمل الحاله اللي بتبقى بين الشخصيتين، انت عايز تبقى هنا تعمل ايه مع منى. هنا بيظهر لي حاجة جديدة لما بضغط على الاوبشن ده، بيقول لي هنا تعمل على ايه مع منى، فانا بضغط على يعمل على دي، انت عايزها كيرز يعني تحط ايدها على وشها، خليني اعملها كده اضغط عليها وتشوفها تعمل ازاي. شايفين انا لما بضغط على الحاجة بيعمل لي زوم عليها، عايزينها تبقى كده ولا خلينا ان هما بيسلموا على بعض شيك هاندس او هاند تشيك، بيسلموا على بعض، خليني اسيبها كده. يبقى الاوبشن ده بيتنشط لما يبقوا الشخصيتين بتوعي جنب بعض، ودي الحاله اللي بتبقى بينهم. يعني بصوا لو انا رجعت لها تاني، انت عايزهم يعني تحط ايدها على وشها كده ولا انت عايزها تقبلها تبصها يعني، ولا تزقها يعني، انا لو اخترت المشهد ده تلاقيها بتضربها، انت بقى حسب المشهد اللي انت شغال عليه، ولا هي بتسلم عليها ولا بتحضنها يعني مثلا ايه، براحتكم خالص. شوفوا انتوا عايز يعني مثلا، خليني اعمل الاول ان هم سلموا على بعض اهوت هاند شيك، وارجع اعمل المشهد ده تاني واخلي منى
هتعمل ايه مع هنا؟ تحضنها. حلو كده. طب خلينا نعمل بلاي. لما باجي اعمل بلاي بروح اجيب المشهد من اوله خالص. يلا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ موضوع درسنا النهارده هو فصول السنه الاربعه. يا ريت حد يقول لي على فصول السنه الاربعه ايه هما. فصول السنه الاربعه هي الصيف والخريف والشتاء والربيع. حلو كده، جميل خالص. سلموا على بعض وبعدين حضنوا بعض. طيب خلينا نكمل مشاهدنا ونعمل الحوار بقى، عايزينهم يتكلموا. فبنعمل الكلام منين؟ من الاوبشن ده. هيتكلموا عن فصل الصيف مثلا، علشان هم في فصل الصيف، وهيقولوا، خلينا اقول الجملة بسرعة كده عشان اكمل لكم باقي الاوبشنات. مين اللي هيتكلم؟ خلي هنا تتكلم، وزي ما تعودنا كل مرة اهوت. هتقول ايه بقى هنا؟ فصل الصيف جميل جدا. فصل الصيف بتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان في شهر يونيو ويوليو وأغسطس، علشان كده درجة الحرارة بترتفع وبكون الجو حر والجو جاف. وهعمل رايت، وبكده أنا دخلت المشهد ده. بنفس الطريقة بضغط على علامة الكلاكيت وأجيب السبرينج الربيع، وأجيب الخريف، وأجيب الوينتر الشتاء، وأحط أخلي الشخصية تتكلم تقول معلومة عن الصيف، عن الشتاء، عن الربيع، عن الخريف، وهكذا. وممكن أرجع لمشهد الفصل تاني والمدرسة تحيي الطلبة بتوعها، وهكذا. أنا بوريكو إزاي المشاهد بتتعمل. فأنا عملت من علامة الكلاكيت جبت المشاهد. من الاوبشن دوت انا بخلي الشخصيات تتكلم، يا اما هنكتب يا اما هتتكلم من السماعه من هنا. الاوبشن ده بيتنشط لما يبقوا الشخصيتين جنب بعض. طيب الاوبشن ده بتاع ايه بقى؟ ده لو انا عايزه اللي هو علامه الجرس ده احط صوت خلفيه. خلينا كده نشوف. ضغطت هنا، اول لما ضغطت على علامه الجرس جاب لي صوت. انت عايز صوت ايه اللي يحصل؟ لو ضغطت عليه كده، انت عايز صوت منبه، صوت ساعة، صوت صفارة انذار، صوت اسعاف، صوت بيردس، طيور. خليني بما انهم في الحديقة كده والجو صيف، خلينا نعمل صوت بيردس، طيور. خليني اعمل بلاي على المشهد ده بس واسمع صوت الطيور. فصل الصيف جميل جدا. فصل الصيف بتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان في شهر يونيو ويوليو وأغسطس، علشان كده درجة الحرارة بترتفع وبكون الجو حر والجو جاف. سمعت صوت العصافير؟ هو صوت صغنن كده، بس بنحط الصوت في الخلفية من هنا. هو أنا كان المفروض أحط صوت العصافير من بداية المشهد خالص. طيب العلامة التانية بتاعت الموسيقى دي، لو أنا ضغطت عليها أقدر أضيف موسيقى في الخلفية. خليني أضغط عليها وبيديني، بصوا بقى، حاجات كتيرة خالص ممكن أنت تختارها، تبقى موسيقى حزينة، موسيقى صوت ناعمة، اللي أنت عايزه. عندك أنواع كتيرة من الموسيقى اللي أنت عايزها. خليني أختار الباك جراوند دي كده واعمل بلاي ونسمعها مع بعض. فصل الصيف جميل جدا. فصل الصيف بتتعامد اشعه الشمس على مدار السرطان في شهر يونيو ويوليو واغسطس، علشان كده درجه الحراره بترتفع وبكون الجو حر والجو جاف. ما سمعتوش صوت الموسيقى. أستاذة بوسعينة كله تمام؟ نعم معك يا أستاذة. في أسئلة لا أعرف هل تجيبين عنها الآن أو بعد. اتفضلي. هو باقي بس حاجة صغنونة خالص في البرنامج. هو البرنامج سهل جدا جدا.
ونبقى مع بعض في الأسئلة. جميل جدا. فصناعات الصناعة بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان في شهر يونيو ويوليو وأغسطس، عشان درجة الحرارة بترتفع وبكون الجو حر والجو جاف. اتفضلي يا أستاذة بوسينة. طيب هو لسه باقي معايا إيه؟ باقي معايا آخر أوبشن بس، هو حرف الإيه. ده اللي أنا بعمل الفاينل بتاع الفيلم بتاعي أو الفيديو بتاعي. زي ما بنشوف في معظم الأفلام بيبقى فيه نهاية كده، بيبقى فيه جملة بتتحط في نهاية الفيلم أو نهاية الفيديو. بتتحط منين؟ بتتحط من هنا، بضغط كده وبيقول لي يور تكست جوز هير. أنت هتحطه هنا، أنت عايز التكست بتاعك في الوسط ولا عايزه في أي مكان؟ خلينا في اليمين في الشمال، أنا عايزاه في النص. مثلا أقول مثلا جود باي. أستاذة هنا الشاشة ثابتة. نعم الشاشة ثابتة، الشاشة لا تتحرك. يعني هي واقفة معاكم لحد فين؟ في صورة البنتين يعني في فصل الربيع. حاضر أستاذتي، لحظة واحدة لحظة واحدة، استأذن. معاكي لحظة واحدة. هي المشاكل دي كلها نت للأسف يعني، بس خلاص أنا معاكوا اهوت. قوليلي كده يا أستاذ. أي لم تظهر بعد. تظهر إن شاء الله. ها وقف في جود باي. أيوه جود باي. أوكي أنا كده زي الفل خالص. أنا اختصرت المشاهد، يعني أنا لو جيت من أول مشهد كده في الفصل وبعد كده رحنا على فصل الصيف. لو حضرتك عايز تكمل درسك بقى هنروح على فصل المشهد من فصل الربيع الخريف وبعدين الشتاء وبعدين فصل الربيع، وتخلي الطلبة يشترك معاك او انت بتدخل صوتك وصوت الطلبة بتوعك ونتكلم عن فصول السنة، وممكن نعمل بالمنظر ده دروس كتيرة خالص بالشكل ده. انا بس عملت مشهدين علشان اوريكم الدنيا بتبقى عاملة ازاي. خليني اعمل فول سكرين واعمل بلاي واشوف المشهد ده. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ موضوع درسنا النهاردة هو فصول السنة الاربعة. ياريت حد يقولي على فصول السنة الاربعة ايه هما. فصول السنة الاربعة هي الصيف والخريف والشتاء والربيع. فصل الصيف جميل جدا. فصل الصيف بتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان في شهر يونيو ويوليو وأغسطس، علشان كده درجة الحرارة بترتفع وبكون الجو حر والجو جاف. سمعتوا كان في موسيقى كده في الآخر وراح عامل جود باي. اتفضلي يا أستاذة بوسينة. المشهد بتاعي أهو. اخلص وبعدين استقبل الاسئله استاذه بوسينه، ولا حضرتك ممكن تجيب الاسئله قبل ما اعمل تصدير للفيديو؟ كملي استاذه وبعدين هنعمل الاستفسارات، نجيب عن الاستفسارات. استاذه هانم. نعم أنت كيف نعم تحبي، يعني نكمل وبعد نقبل الاستفسارات؟ خليني آخد الأسئلة وأنا فاتحة على الشغل عشان لما أعمل تصدير هنطلع منه. اتفضلي يا أستاذة أبو سعيد. طيب أول سؤال، من أنا حقرأ الشات وأقول لك، هل أعدتم كيفية إضافة شخصية ثالثة فضلاً؟ أنا قلت السؤال ده لأن دايماً بتسأله، هو أنا ينفع أحط شخصية ثالثة؟ اوريدي البرنامج اتنين بس، طب لو انا عايز اعمل شخصيه ثالثه خليني اعملها لكم عملي. انا ما ينفعش احط غير الشخصيتين دول، ادي تيتشر وادي الستيودنت.
طب انا عايزه احط شخصيه ثالثه تظهر وتتكلم، فانا اعمل ايه في الحركه دي؟ فانا هعمل نفس المشهد تاني، انا هنا اهو وهروح ضايفه، اعمل بضغط على علامه الكلاكيت واضيف مشهد تاني اللي هو في الفصل. بس طبعا ده اعمله امتى؟ قبل ما اعمل كل المشاهد اللي انا عملتها دي. طيب خليني اعملها من تحت من هنا وانا هنا، بس هو كان المفروض خليني اعملها من علامة الكلاكات واضيف المشهد. خليني مثلا هجيبها من هنا بسم الله، خليني اخد الربيع، فصل الربيع، واحط ممثل. خليني اخد نفس الشخصيتين تاني معايا اهمت. طيب انا كده خدت نفس الشخصيتين، وخليني بقى اعمل حوار من هنا وامشي الدنيا. طب انا عايز اجيب شخصية تالتة تتكلم، خليني اعمل الشخصية الاولانية تتكلم بسرعة، اخلي منى هنا ماشي تتكلم، السلام عليكم، واقفل بسرعة واعمل رايت. بعد كده اخلي الشخصية التانية تتكلم بسرعة من هنا، هامنا، وهروح على التسجيل وهقول عليكم السلام واقفل رايت. طيب انا كده دول شخصيتين اتنين، انا عايزه شخصيه ثالثه تظهر معايا لما اعمل بلاي للمشاهد. اعمل ايه؟ هضغط على علامه الكلاكيت كده واجيب نفس المشهد هو هو اللي هو كان لسبرينج ربيع، واضيف شخصيه ثالثه. خليني اخد الراجل ده عشان يظهر ان هو مختلف. طيب انا هخليه برضو يتكلم من هنا وين؟ على دلائل قدرة الله، صار بتاع دلائل قدرة الله. ثواني بس يحمل بس. طيب انا كده خليت معايا ثلاث شخصيات، خليني اوريكم بقى ازاي هيظهروا معايا. فانا رجعت عملت نفس المشهد تاني وهم هيتكلموا. خليني هنا في الربيع كده واعمل بلاي، السلام عليكم، عليكم السلام، هو راح فين؟ بيظهر عندي الشخصية التالتة، هو ظهر بسرعة ومشي. طيب هرجع اعمل بلاي تاني من هنا اهي، اسمعوا صوت العصافير والموسيقى، السلام عليكم، عليكم السلام، هما ما ظهروش عشان ما تكلموش، لازم يتكلموا. بسم الله. أخبارك إيه النهاردة؟ أنا كويس الحمد لله. ان شاء الله كده هيبقى تمام. السلام عليكم، عليكم السلام، ها اخبارك ايه النهارده؟ انا كويس الحمد لله. كده ظهر معايا اربع شخصيات في المشهد بتاع الربيع. لو انت بقى عايز تعمله في الفصل، عايز تعمله في اي مكان بنفس الطريقه اللي انا عملتها، بختار نفس المشهد تاني واجيب شخصيات جديده
وأخليهم يتكلموا، لازم يتكلموا، لما كانوا ساكتين ما ظهروش معايا في المشهد. حلو كده؟ يبقى ده إجابة السؤال يا أستاذة بسينة. بضيف مشهد نفس المشهد تاني وأحط شخصيات جديدة، أوريدي لما باجي أعمل بلاي هو بيعمل زوم على الشخصية، فمش بيبقى باين مين اللي موجود في الفصل أو مين الموجود في المشهد. تمام كده؟ في سؤال تاني؟ أستاذة، قبل مواصلة الاستفسارات سننشر رابط الحضور ثم س تفضل. نعم. أنا معاكي يا أستاذة بوسعيد. نعم، لحظة فقط ننشر رابط الحضور. نشرت رابط الحضور به. السؤال الثاني من الأستاذة ريهام، تقول كيف يتم إضافة شخصية ثانية على محادثة قامت كيف بعملها يتم ولكن إضافة لم إيه؟ تظهر كيف مش يتم سامعة يا أستاذة إضافة بوسعيد. شخصية. نعم، سامعة؟ سمعاني أستاذة هانم؟ أستاذة هانم؟ أستاذة هانم معايا؟ مشكل يمكن في الإنترنت. أعتقد الأستاذة هانم عندها أشكال. إيه. أستاذة بوسينة أنا الصوت راح مني خالص، مش كنت سامعاكي. مش مشكل. طيب قولي السؤال تاني معلش من الأستاذة ريهام، ده اللي آخر حاجة سمعتها. أي نعم، من الأستاذة ريهام تقول فقط كيف يتم إضافة شخصية ثانية على محادثة هي قامت بعملها لكن لم تظهر غير شخصية واحدة فقط. لا انا لسه عاملة دلوقتي بيظهر شخصيتين، ولما بتيجي تتكلم الشخصية اللي بتتكلم بس هي اللي بتظهر قدام الكاميرا او قدام الشاشة يعني. لا لازم الاتنين يظهروا، وعلشان يظهروا لازم تدخل صوت يا اما مكتوب يا اما زي ما انا عملته تسجيل، يا اما تستورده من الجهاز بتاعها. عندك 3 اختيارات لإضافة الصوت، تستورده من جهازك تكتبه، ولو هتكتب من الموبايل ممكن تكتب عربي او اي لغة انت عايزها، لو من اللابتوب مش بيسمح غير بالانجليش بس، او ممكن تبقى انت اوريدي عندك الاصوات مجهزها ملفات في الجهاز وتستوردها. لازم تعمل اضافة صوت عشان الشخصية تظهر، لازم. تمام؟ تمام. طيب الأستاذة فوزية تقول هل بالإمكان إضافة خلفيات أو موسيقى من غير المتوفرة في البرنامج؟ او ممكن تعمل استيراد، لو جيت ضغطت على الموسيقى في عندي اوبشن فوق خالص اهو استيراد موسيقى، يعني انت ممكن تدخل تستورد موسيقى من جهازك. تمام؟ سؤال جميل انا نسيت اقوله للاسف، يعني اروح على الميوزك بتاعي واجيب مثلا موسيقى هادية او اي موسيقى انا عايزاها واقول اوبن وهي تنزل على طول عندي في الخلفيه. بس حاجه مهمه كمان المفروض ان انت تعملها من بدايه شغلك خالص، ان انت تستورد تختار الموسيقى بتاعتك وتختار كل حاجه قبل ما تشتغل في المشهد. يعني ايه؟ الجهاز ده وقف. طيب انت سامعيني يا استاذه بوسينه؟ نعم، معكِ. تمام. يبقى انت اول لما بنشتغل خالص بتروحي على الاوبشن بتاع الموسيقى بتاع الخلفيه، يا اما تستوردي موسيقى من على جهازك تبقي انت مجهزه بقى الموسيقى اللي انت عايزاها، او ان انت تختاري من الاوبشنات اللي هو مديها لك في البرنامج. تمام؟
تمام. السؤال الثاني، سؤال من أستاذة مي، تقول هل يمكن بالهاتف أن الشخصية تتكلم العربية بدون تسجيل صوت؟ من الموبايل، من الهاتف، تروح على الاوبشن اللي قبل حرف الاي وانا بعمل كرييت للشخصية، او لو انا بالفعل كريتها انشأتها بروح اضغط على علامة القلم اللي جنب الشخصية بتاعتي في اللايبراري بتاعت الشخصيات، واروح على الاوبشن اللي قبل حرف الاي واختار اللغة العربية او اي لغة انا عايزة الشخصية بتاعتي تتكلم بيها. هو انا الجهاز ماشي خلاص كده يا أستاذة بوسينة، إجابة السؤال ده من الهاتف، ممكن تستخدم أي لغة أنت عايزها. طيب نروح للسؤال اللي بعده. سؤال من الأستاذ محمد علي، هل يمكن إضافة أكثر من صوت للشخصية؟ أي حوار يعني؟ أنت عايز الشخصية تتكلم بأكتر من صوت؟ عادي خالص، نعم. أنا أحط أضيف يعني مثلا أروح على الشخصية دي واخليها تتكلم المرة دي بصوت بصوت، اروح مرة تانية واخليها تتكلم تاني بصوت تاني، عادي خالص، البرنامج سهل جدا جدا. لا عادي، ممكن الشخصية تتكلم باتنين صوت عادي، مفيش مشكلة خالص. انت اللي بتدخل لها، انت اللي بتديها الصوت، يا اما تستورده يا اما تصدره يا اما تكتبه براحتك خالص، تسجله يعني. اتفضلي اعمل لكم اعمل لي يا استاذه بسينا لو في وقت ازاي بتعملوا اللغه ولا مش مشكله دلوقتي؟ ممكن. لا نعم ممكن، ممكن ممكن. انه ايه الافضل انهم يشوفوه. طيب انا عندي هنا اهي بضغط عليها، مش هتتعمل، ماشي اهي، لحظه بس اضغط عليها كده. اجيبها منين؟ انزل تحت، كل ده انت بتكون مجهزه من البداية خالص، بنختار الممثل بتاعنا من هنا. خليني، انت عايز منى دي لما اجي اكتب من الهاتف تتكلم عربي او انجليش، فبضغط على علامة القلم كده قبل ما لما وانا باجي اضيفها واروح على الاوبشن ده اللي هو قبل حرف الاي كابتن، شايفينه؟ واضغط عليه. هو هنا في اللابتوب او اجهزة الحاسب الالي مش هيديني غير الانجليش بس، لكن لو انت شغال معايا من الموبايل دلوقتي وضغطت على الاوبشن ده هيديك لغات كتيرة، ولو ضغطت هنا هيسمعك صوتها. تمام كده؟ How do I sound؟ معين؟ لو انت هتضغط هنا هيسمعك. How do I sound؟ بس طبعا لو انت لو انت How do I sound؟ اللغة العربية هيتكلم عربي. خلاص كده يا استاذة بوسينة عرفنا بنجيبها منين؟ اهو نعم واضح. واضح كده، بتضيف المشهد ومن المشهد بتروح على اللايبراري تختار الشخصية، وانت بتختارها بتضغط على علامة القلم وتختار اللغة بتاعتها اللي انت عايزها تتكلم بيها، ولو عايز تسمع صوتها بتسمعه من الاوبشنات اللي تحت. ايه تاني يا استاذتي؟ هو في ناس رفع ايديها، ممكن نستقبل الاستفسارات؟ أنا تحت أمرك يا أستاذ، تفضل. طيب هنفتح الأصوات. أستاذة سوار، فتحت لك المايك. أستاذة معالي أيضا. الأستاذة كاهية، فتحت الأصوات جميعنا اللي رافعين يديهم. اللي رافعين اليد فتحت الأصوات، فتحت لجميع الأصوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله مساءك أستاذاتي. بس حنا حاب عند استفسار إن البرنامج ما يفتح من الرابط سواء على سطح المكتب أو عن طريق تسجيل الدخول أو عن طريق الجوال. تطلع لي رسالة إنه في أرور وراح يرسلون رسالهم إلى أبل، فأنا ماني عارفة، اللابتوب عندي أبل وعندي الجوال أبل. حضرتك هتروحي على الأبل ستور وتنزلي البلوتاجون، اكتبيه في السيرش بلوتاجون. أيوة سويت الطريقة هذه، أيضا ما يشتغل، بدنا رجعت للرابط. ما نزلش معاكي؟ ينزل بس لما نفتحه يطلع لي شو اسمه إنه في أرور ويرجعني من جديد. يطلع من يختفي من سطح المكتب. يبقى المشكلة عند حضرتك، لكن هو بينزل عادي خالص. انت بس انا شفت مشاركات بالشات ان فيه بعض الاستاذات عندها نفس المشكلة اللي عندي. ممكن حضرتك بتشتغلي من الموبايل؟ جربت الموبايل وجربت اللابتوب. انت بتروحي زي ما انا وريتكم الطريقة، يعني انا سويتها ايضا. عملتي لي انستول ونزل معايا. ايوه بالضبط. حضرتك منزلاه الاحمر ولا الاخضر؟ الاخضر. اول شيء الاحمر جربت ما اشتغل معي، بعدين نزلت الاخضر ايضا ما اشتغل. الاحمر مش بيزبط، الاخضر بيزبط على طول. طيب انت نزلتيه وجاب لك صفحه ساين ان وساين اب؟ لا، طلع لي على طول انشاء، لما بسوي انشاء يطلع لي ايرور ويطلع. ابغى اسوي تسجيل عن طريق ايميلي ايضا يرفض. طب اعملي تسجيل بالجوجل بالجيميل كده. ايوه بجوجل، عن طريق تسجيل عن طريق جوجل. اخترت حسابك. بصي حضرتك لازم تروح لك رساله على جوجل على الايميل. ايوه ما في هذا، ما في. لا، انت لما بتختاري ان انت هتعملي ساين اب ويز جوجل بيروح لك رساله فيها كود من 6 ارقام بتاخديهم وتحطيهم في وانت بيبقى في ليهم مكان وانت بتقدمي وانت بتسجلي. إيه فاهمة عليك أستاذة، فاهمة عليك وتابعتك من البداية وفاهمة عليك، بس إنه عندي رسالة تجيني إنه أرور، عرفت شلون؟ مش عارفة بقى، ممكن حضرتك تنتظري شوية وممكن يظبط معاك. أنا مش هكذب عليك، ممكن يكون في مشكلة في التسجيل دلوقتي، ممكن بكرة الدنيا تظبط مع حضرتك، لكن هي دي الطريقة الوحيدة للتسجيل. لكن على الموبايل بينزل على طول وتشتغلي عادي. جربت حتى الموبايل، جربت ترى. طيب حد من حضراتكم اللي بيسمعوني قدر ينزله على الموبايل او على جهاز الكمبيوتر واشتغل معاه؟ يا ريت تفيدوني، بس انا منزلاه على الموبايل ومنزلاه على الجهاز والدنيا تمام بصراحه. في البعض بالشات كاتبين انه ما اشتغل عندها، فانا قلت يمكن يختلف من مكان لمكان، عرفتي البرنامج. طيب السلام عليكم يا جماعه، حد نزلوه معانا؟ تمام، شكرا لك استاذه، انا اعتذر عن الاطاله. أنا تحت أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا أستاذة على البرنامج القيم، بس أنا جت متأخرة شوية قبل ما تبدأ المحاضرة، ما عرفت شنو هو التطبيق اللي بننزله من اللي نشتغل عليه. اسمه بلوتاجون. بلوتا جون، أنا أوريكي شكله. حاضر. إن شاء الله، بس عشان ننزله بس. لا حضرتك بس ادخلي على المحاضرة من اسمع التسجيل وهتنزليه على طول. هو ده البرنامج، ده شكله. هتنزليه على الموبايل بيبقى لونه أحمر كده، لو هتنزليه على اللابتوب هيكون لونه أخضر. تمام؟ على الموبايل. هو أنا نشتغل على الموبايل يعني. الموبايل أسهل. طب حضرتك ادخلي على الجوجل بلاي أو الأب ستور واكتبي بلوتاجون أهو، ويعملي له داونلود كده ويشوفي الدنيا هتبقى ايه معاك إن شاء الله. طمنيني. ان شاء الله. اتفضلي. حد عنده استفسار تاني؟ كل الايادي المرفوعه اصواتهم ما موجوده، اصواتهم مفتوحه. الاستاذ عبد الحميد جبريل، فتحت لك الصوت. استاذ عبد الحميد، استاذه سوار، السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام.
محاضرة قيمة، نشكر الأستاذة على تقديمه. طبعا أنا حاولت النزلة على الموبايل ونزل واشتغل معانا، شكرا بارك الله فيك. يعني حضرتك نزل معاك؟ نزل نزل. طيب الحمد لله طمنتني. الله يبارك فيك، شكرا يا أستاذة، الله يبارك فيك، ومحاضرة قيمة موفقة إن شاء الله. تحياتي ليك. أشكر حضرتك، تحياتي ليك، أنا اللي بشكرك. شكرا. يبقى كده الحمد لله البرنامج نزل، يبقى ممكن يكون المشكلة عند حضرتك بقى، مش عارفة، وأنا معاكي لو في أي استفسار يعني. أستاذة معالي، نعم مشكل من عندك. تمام. الأستاذة أمير تتفضل. أمير شحة. الأستاذة أمير شحة. مساء النور. قمت بتحميل بلوتاغون على الهاتف واشتغل على الهاتف، بينما على الحاسوب هو يقوم بتحميل إلى حد الآن. على الهاتف اشتغل. نعم. على فكرة على الموبايل الشغل سهل وجميل جدا جدا جدا، سواء من على الموبايل أو من على الجهاز الحاسب الآلي، من الاثنين حلوين خالص وسهل جدا. يعني أنا أنت حضرتك لما هتشتغلي عليه هتلاقي إن البرنامج سهل وبيديك نتيجة كويسة جدا. يعني إن شاء الله إن شاء الله. يعني أنت هتلاقي عندك مشاهد اللي أنت عايزاه، لو أنت عايزة تعملي مشاهد تاريخية، عندك الكهف وعندك الآثار القديمة في كل البلاد، هتلاقي في مشاهد كتير. لو أنت عايزة تعملي مثلا مشهد أي مشهد أنت عايزاه، هتلاقي كل حاجة موجودة عندك إن شاء الله. كل الأفكار يعني هتلاقيها متوفرة عندك في المشاهد. شكرا إن شاء الله، جزاك الله خير. تحت أمري. يعني أنتوا لو عايزين تعملوا المشهد في المطر، في الرعد، في التلج، مشاهد كتيرة خالص والله. يعني حضراتكم لو تيجوا تستكشفوا المشاهد هتلاقوا في حاجات كتيرة خالص. في حاجة تانية يا أستاذة بوسينة؟ نشوف الأستاذة ريم قصعاوي تتفضل. تفضلي يا أستاذة ريم. أنا بحاول أستعرض قدامكم على الشاشة المشاهد عشان تعرفوا قد إيه المشاهد كتيرة جدا. أستاذة ريم. ألو، عسلامة. عسلامة. مرحبا. شكرا على هذه الحصة، لكن حصل انقطاع في الشبكة ولم أستطع حضورها كاملة. هل يمكن أن تجعلوا تسجيلا لهذه الحصة؟ وشكرا. موجود التسجيل أستاذة، سننشرهم بعد في صفحة الجمعية على اليوتيوب إن شاء الله. هل يمكننا استعمال هذا البرنامج على الحاسوب؟ لأن لاحظت بأن الرابط الذي دخلته فيه الكثير من الإشكاليات، هل هناك رابط يأخذنا مباشرة إلى هذا البرنامج؟ هو الموضوع بسيط خالص جدا، ادخلي بس على السيرش عندك في الجوجل بلاي واكتبي بلوتاجون، هتلاقيه جالك على طول، وتعمله داونلود تثبيت عندك. في الهاتف سيف، في الهاتف تمام. يعني في الهاتف مش بيحتاج منك اكاونت ولا ايميل ولا مش بيحتاج حاجة، ينزل على طول وتشتغل، وببقى شغال معاكي طول العمر، يعني مش محتاج بقى اشتراك ولا اي حاجة. في الهاتف اي في الهاتف سيء، في الهاتف سجل بشكل جيد، لكن في الحاسوب لا. هو الحاسوب محتاج شوية صبر يا جماعة، و ياريت تعملي تسجيل بالجوجل على طول، اسهل يعني، مش تحطي ايميل، اعملي ساين اب ويز جوجل وتروحي داخلين على طول، تحطي الجيميل بتاعك والباسورد بتاعك، هتجيلك رساله على الجيميل، هتاخدي الكود وتحطيه في المكان اللي هو، وهتدخلي ان شاء الله. بس يعني وانت بتعملي بتختاري، ما تختاريش البلوتاجون اللي لونه احمر عشان صعب شويه في التسجيل، اختاري اللي لونه اخضر هيدخلك بسرعه ان شاء الله. ماشي. الله ان شاء الله. شكرا. العفو. يعني انا لو بقول لكم هنا اهو في التسجيل اهو، انت بتختار البلوتاجون اللي لونه اخضر مش الاحمر، اللي هو ده بلوتاجون ستوديو، جيت ات اون ويندوز،
ده لو انا هشتغل على جهاز اللابتوب او الكمبيوتر يعني. اي حد عنده استفسار تاني عن تحت امركم كده، احنا بقلنا بس نعمل تصدير للفيديو نخلصه كده عشان يطلع لنا فيديو. اي نعم استاذة، نكمل هذه الجزئية. تمام. خليني اروح لفيديو صغير خالص عندي علشان ده كبير هياخد وقت وانا بصدره، فانا هعمل تراجع من هنا واروح للمشاهد. خليني اختار المشهد ده، هو مشهد واحد مش كتير، فهفتحه كده. ما فيهوش مشاهد، هو بس مجرد ان انا عملته كده بس. ايه ده؟ مشهد جوه كهف علشان اوريكم التصدير بيعمل ازاي بسرعه، عشان لو المشاهد كتير بياخد وقت. علشان اصدر واطلعه فيديو بضغط على السهم اللي طالع لفوق ده. يا رب يكون الدنيا واضحه معاكم. لما بضغط عليه بيديني 2 اوبشن. انت عايز تعمل انشاء الفيديو، تطلعه فيديو ولا تطلعه بروجكت، عايز تعمله مشروع. لو انا قلت مشروع للتصدير هو هيطلع مشروع او بروجكت ويبقى موجود عندي في جهازي، وقت ما احب اجيبه واعدل عليه وازود عليه مشاهد زي ما انا عملت في البروجكت اللي جبته في اول الورشه. هضغط على ده كده. هل انت متاكد انك تريد تصدير هذا المشروع؟ اقول له اه. حسنا، فهيقول لي انت عايز تحطه فين وتسميه ايه. خليني اسميه اي اسم، خليني اسيبه بالاسم بتاعه. وانت عايز تحطه في البيكتشر ولا فين؟ خليني اسيبه في البيكتشر، او لو انا عايز احطه في اي مكان انا هسيبه، خليني في البيكتشر واقول له سيب. تم تصدير المشروع بنجاح. لو انا رحت عندي في البيكتشر هلاقي البروجكت ده موجود. طيب الاوبشن الثاني عندي اللي هو انشاء فيديو، ده اللي احنا بقى بنعمله علشان اطلعه فيديو واعرضه للطلبة او انشره مكان ما انا عايز انشره. هعمل انشاء فيديو واختار الاوبشن الاولاني 720 دي عشان ينجز معايا بسرعه، وهعمل كرييت للفيديو. هيقول لي 3 اوبشن، خليني اختار الاوبشن الاولاني اللي هيطلع لي صوت وصوره، اللي هو التصدير مع ترجمات المضمنه. بضغط عليه كده هيبدا يعمل ريندرنج. خلاص هو عمل بسرعه لان الفيديو صغير جدا، وهقول له دان. لكن لو الفيديو كبير هياخد وقت معايا. لو خرجت كده ورحت دورت في جهازي هلاقي ان الفيديو ده بقى على الجهاز بتاعي بس انا ما سميتوش. دي البيكتشرز، لو جيت دورت هلاقي المشروع بتاعي او الفيديو بتاعي موجود هنا. بكده انا صدرت المشروع كبروجكت ورجعت صدرته كفيديو. هو كان صغنون خالص علشان كده عمل بسرعة. هو ده اللي هو البروجكت. لو جيت افتحه كده هو هيطلع لي بروجكت عادي. اطلع منها. انا عايزة اجيب لكم الفيديو، هو المفروض ان هو نزل هنا كفيديو. تمام كده يا استاذتي؟ استاذه حسينة. نعم معك يا استاذة. نعم. في حد عنده اي استفسار؟ استاذة؟ حد عنده استفسار أستاذة بوسينة؟ أستاذة هانم، في هناك قال لو تعيدي هذه الجزئية. حاضر. عملية الحفظ يعني. حاضر، هعيدها حالا. طيب نرجع لينا تاني. بسم الله. ادي المشاريع الشغل بتاعي. خليني اخد مشهد تاني غير ده. خليني
المشهد بتاعي اهو، واضغط هنا على علامة السهم ده، السهم اللي فوق ده كده. انا وريتكم ازاي هعمل التصدير للمشروع. لما بضغط على مشروع التصدير هو بيروح بسرعة يتصدر لي كبروجكت على جهازي، ووقت ما احب اجيبه بجيبه. طب اعمل انشاء فيديو، هختار الاوبشن الاولاني دوت، وهعمل انشاء الفيديو، وهختار اول اختيار اللي هو تصدير مع ترجمات المضمنة علشان يطلع لي صوت وصورة. هيبدأ يعمل ريندرنج كده، وبعد ما بيخلص هو بيتحفظ عندي كفيديو. تمام اهو، بننتظر لما يخلص خالص، وبكده يكون الفيديو بتاعي بقى جاهز معايا. حد عنده سؤال يا استاذ ابو سينا وهو بيحمل؟ حد اشتغل معايا يا جماعه؟ حد عمل شغل على البلوتاجون واحنا شغالين دلوقتي؟ حد الان لم ارى استفسار عن التحميل. تمام. واحنا كده دي كان اخر خطوه معايا في البرنامج، وهو تصدير الفيديو. هو كده بيتعمل له حفظ. لو حد عايز يسأل علي سؤال انا تحت امركم. هناك من اشتغل معه، هناك من قال نعم اشتغل معنا، بس على الهاتف. هو الهاتف سهل جدا جدا ان انت تشتغل عليه، بتعمل له تنزيل وخلاص وبيشتغل معاك وما فيهوش اي مشكله. هي المشكله بس الناس اللي لما بتيجي تسجل من على اللاب بيحتاج منهم حساب، ويحصل شويه مشاكل كده، بس هيدخلوا ان شاء الله. ولو اشتغلوا على الموبايل الموضوع سهل، يعني بتطلعوا احلى شغل من على الموبايل، ونفس الطريقه اللي انا نفس طريقه الحفظ يعني. اعتقد ان كلكم هتشتغلوا من على الموبايل، وعندكم في الباور في البرزنتيشن في البدايه طريقه التسجيل من على الجهاز الكمبيوتر. الموضوع سهل خالص صدقوني. هناك من تقول مدفوعه، في اشياء غير مدفوعه في هذا التطبيق. على الموبايل انا قلت من البدايه خالص، لو انا شغاله من على الموبايل بيشتغل معايا فري على طول، بس في مشاهد محتاجة ان ادفع علشان احصل عليها، وفي شخصيات محتاجة ان ادفع علشان احصل عليها. لكن على الموبايل بيديني 30 يوم فري كل المشاهد وكل الشخصيات فري لمدة 30 يوم، بعد كده ادفع. على الموبايل بيديني حاجات محتاجة تدفع وحاجات لا. انا قلت الفرق ده من بداية الورشة. خلاص هو كده الفيديو خلاص قرب ينتهي. ايوه، اول لما خلص الريندرنج بتاعي بيقول لي انت عايز تسميه ايه. خليني اسميه الفصل مثلا. تمام كده، انا سميت الشغل بتاعي باسم الفصل وهعمل له سيف. خلاص دان عندك زياده كده. خلاص عرفنا الطريقه بنحفظ بيها ازاي يا استاذه حسينه. حد عنده سؤال تاني؟ انا سميته لحظة فقط. اتفضلي اقول تاني الطريقه. لا، هل يمكن اضافه خلفيه على شكل فيديو؟ بصي حضرتك، جي عندي هنا ازاي لما سميته الفصل. انا سميته الفصل اهو، بقى عندي بقى عندي فيديو هيشتغل معايا اهو. فيديو اسم الفيديو اهو. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ موضوع درسنا النهارده هو فصول السنه الاربعه. يا ريت حد يقول لي على فصول السنه الاربعه ايه هما. تمام كده استاذتي؟ تمام استاذه، مشكوره. تمام، نفسر لهم التقييم استاذه فقط. طيب التقييم ان شاء الله هو مجرد فورم، حضرتك هتحط اسمك ايميلك، وفي عندك 6 اسئله.
يعني ان شاء الله بعد ما تخلص النتيجة هتوصل لك ان شاء الله. التقييم عليه 3 درجات صح يا أستاذة بوسينة؟ نعم نعم، 3 نقاط. يعني الفورم عليه 3 درجات، عندك 6 أسئلة ب3 درجات. تمام، الفورم أسئلته سهلة وأنا قلتها كتير خالص وأنا بشرح، جاوبت عليها وأنا بشرح، سهل خالص وبتمنى لكم التوفيق. وأول لما تخلص نتيجتك هتظهر على طول وتبقى عارف أنت جبت كام في التقييم، بس أهم حاجة الاسم والإيميل يتكتبوا وتجاوب على ال6 أسئلة اللي أنا حطاهم على البرنامج، وهم دايركت خالص ما فهمش أي لف ولا دوران، سهلين جدا. تمام أستاذتي؟ نعم أستاذة، شكرا. تمام، أي حاجة أنا تحت أمركم في البرنامج. الأستاذة إيمان موجودة؟ موجودة بوسينة، تفضل. نختمه ولا نزيد ونشوفه استفسارات؟ ما نعرفش. نشوفه استفسارات ونضع التقييم إن شاء الله. حطينا رابط التقييم وحطينا كود الورشة. ده خلينا نقرأ السؤال. أي في الشات فما سؤال. به أستاذة هانم لو سمحتي، أنا كان عندي ضروري من بيت المعلومة نعمل الواجب. القصة الرقمية، به القصة الرقمية والسكراتش مع الأستاذة ياسمين، إن شاء الله باش تحلهم يدويا وإن شاء الله تحلهم وتبعث لكم النتائج. به في تقييم تطبيقي للتقييم على الفورم فقط، ليس هناك تطبيق، أسئلة فقط، الإجابة عن الأسئلة. الأسئلة أسهل ليكو حضراتكو، يعني علشان في ناس كتير بتتلخبط هحط الرابط إزاي وكده، فأنا شايفة أن الأسئلة أسهل بكتير. يعني بالنسبة لسؤال الحوار أستاذة هانم، هو يقصد أنه مثلا أنه شخصية الأولى تقول يعني قول، ثم شخصية ثانية تتكلم، ثم تعود الشخصية الأولى، يعني حوار يجري حوار، كيف ذلك؟ ما أنا قلت لحضراتكم لو أنا عايز أعمل حوار، طب أنا عملت حوار في المشهد الأولاني أهو إزاي؟ أنا جبت المشهد من علامة الكلاكيت، بجيب منها المشهد أهو، وبعد كده أنا بختار الشخصيات اللي في المشهد بتوعي، وبعدين بضغط على الأوبشن دوت وبخلي الشخصية تتكلم، بضغط عليها بيقول لي انت عايز مين، هو ده الحوار اهو بيجي من الاوبشن دوت، بيقول لي انت عايز مين يتكلم، بتختار شخصيه من الاثنين، هو بيقول لي بيجيبها لي بدون ممثل، لا انا عايزها بممثل، هختار مثلا هنا وهضغط، يا اما هكتب الحوار يا اما هاتكلم اسجل من هنا او استورد الملف الصوت، وبعد ما اسجل او استورد هعمل رايت للصوت بتاعي، وبعد كده ادي اول حوار، واعمل نفس الحركة مع الشخصية الثانية، هضغط هنا على الاوبشن ده واعمل نفس الخطوات دي تاني. تمام، في نقطة انا مش قلتها يا استاذة بوسينة اللي هي ايه، انا مثلا غلطت هنا في الشغل، هنا في عندي 3 دوتس اهمت، ممكن الغي، انا عملت مشهد كده عشوائي عشان اوري حضراتكم، طب انا مش عايزاه في مشهدي ولا عايزاه في الفيديو بتاعي، بضغط على ال 3 دوتس اللي جنب المشهد كده واعمل علامه، اضغط على علامه الاكس. طب مثلا انا عايزه اضغط على الثلاث نقط كده، انا عايزه المشهد ده يطلع لفوق او انزله لتحت من هنا، تمام، او الغيه خالص من هنا، دي انا مش قلتها يعني. تمام كده، هرجع تاني واقول نفس الاوبشنات كلها من الاول تاني يا استاذه بوسينة. في عندي لو ببدأ خالص ببقى في عندي علامة الكلاكيت هنا في أول أوبشن بجيب بها المشهد، طب أنا خلاص جبت المشهد بحط فيها الشخصيات بتوعي، بعد كده لو أنا عايزة الشخصيات دي تتكلم بجيبها من الأوبشن ده، طب الأوبشن ده بيتنشط، وريتكم إزاي لما يكون في شخصيتين جنب بعض هيعملوا حركة مع بعض، يسلموا على بعض، يحضنوا بعض، يبوسوا بعض، يعملوا أي أوبشن مع بعض. طيب هنا دي لو أنا عايزة أضيف صوت باب، صوت جرس، صوت أي حاجة، يعني مثلا لو حد داخل من الباب نسمع خبط الباب،
صوت مثلا جرس، صوت اي صوت احنا عايزين نضيفه في المشهد ده. لو انا عايز اضيف خلفية والاستاذة سألت هو ينفع اجيب موسيقى خارج الموسيقى اللي هو مديها لي، هنا لو انا عايز اضيف بقى فاينل للفيلم بتاعي او الفيديو بتاعي بضيفه من علامة الايه هنا، بحط جملة ختامية للمشاهد بتاعتي كلها. تمام كده يا استاذتي؟ تمام استاذة هانم. سؤال اخر هناك كمان يسأل، هل يمكن كيف يمكن تغيير، هل يمكن تغيير تقاسيم الوجه يعني؟ ما انا جبتها من هنا اهي الشخصيات. من نت، بصي انا جبت الشخصية خلاص هنا، بيقول لي هنا دي انت عايزها ناتشرال طبيعية كده اهي، هي قاعدة طبيعية. طب بصوا بقى على هنا، لو انا خليتها حزينة عاملة ازاي؟ شكلها اتغير. طب انا عايزها مثلا حاجة تانية، تيك تو ذا هاند، بترفع بتشاور بايدها، يعني شايفين الانيميشن بتاعها اتغير ازاي؟ عايزاها بتبص على الساعة، على الوقت، بتقول لهم التايم. ده كله اهو بيتغير معايا خالص، تايرد، هم تعبه، شايفينها اتغير شكلها ازاي؟ من جنب الشخصية هو بيديني الاوبشن اللي انت عايزه، بتشاور اهي اللي انت عايزه، عندك اوبشنات كتيرة خالص 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 خالص، شايفين قد ايه؟ اهي اختار الشخصية اللي انت عايزها، عايزها هاندس اب، بترفع ده الاتنين وهي بتتكلم كده، اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه موجود. تمام استاذتي؟ شكرا استاذة هانم. اخر سؤال، متى اخر اجل للتقييم ان شاء الله؟ اسبوع، مش هو النهاردة الجمعة؟ الجمعة الجاية ان شاء الله، مش هو ده الوقت المناسب ان شاء الله؟ اسبوع ان شاء الله. اذا الفورم سهل جدا، يعني انت ممكن تخلصه دلوقتي بعد المحاضرة، او لو سمعت التسجيل هتحله بسرعة ان شاء الله. معاكو اسبوع ان شاء الله. نعم، فقط هناك من مشكلة انترنت، لم يلتحق من اول الورشة، لذلك لم يواكب الورشة من اولها، لذلك يطرحون. شكرا جزيلا لك استاذة هانم، كانت ورشة ممتعة. شكرا بثينة على المجهود المبذول من طرفك، شكرا لجميع الحضور في هذه الورشة الاستثنائية بحكم الظروف التي مرت بها الأستاذة ياسمين السكلي، مشكورين وبالتوفيق، نلتقي في مواعيد قادمة أخرى. من حضر الحصة ولم يستطع يعني الشات مغلق، فقط يقوم بأخذ صورة شاشة ويرسلها لنا على التليجرام وسنتواصل معه إن شاء الله. شكرا لك أستاذة هنا مجددا، تصبحون على خير. أنا بشكرك أستاذة إيمان وأستاذة بثينة، وكان شرف لي أن أكون معكم النهاردة، تصبحوا على خير. شكرا شكرا جزيلا لك مجددا. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام.